انت واخد السنه من اولها على الحمل كده ليه يا ماما؟ ما انت عارفه يا ماما، عارفه التعليم بالنسبه لي ايه. اول يوم في الدراسه ده هو كاني عريس رايح لي دخلتي فورا. طب يلا اعملها بجد ان شاء الله. على الاقل افرح بيك واطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا امي، بعد الشر. وبعدين هو انا لقيت حاجه حلوه يعني؟ قلت لا، اني لا افتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا. ليه بقى؟ طب ده احنا بلدني اسمها ميت بدر حلاوي. ميت بدر ما عجبكش فيهم ولا بات يا امي؟ بس قبل ما نتكلم في الجواز نملأ القلل. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يا امي في موضوع الجواز ده. هو انا شخصيا ليا فلسفه ومقتنع بيها بصراحه. الجواز عباره عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين يوم اتجوز بصراحه مش هتجوز غير الوحشه المعفنه. قولي لي ليه؟ الحلوه ما بيجيش من وراها غير المشاكل وتمل بسرعه وتهجر الراجل. يسلم، ومين قال لك ان الوحشه مش هتهجر وتسيبك وتمشي؟ يبقى ب 60 خراره تغور في داهيه ما هي وحشه، ده انا هبقى كسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم. التعليم اسمى رساله في الدنيا. انا قلت نملى الاولى. استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجه بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابويا. انت يا ابني، انت وانا مش قايل لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وانت يا ابني، انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك. انت هتتعلم يعني؟ هتتعلم. اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخويا انت وهو وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندق 4 من 50. الف مبروك. الف مبروك. بس انتهينا خلاص. اسمعوا بقيه النتيجه. ابراهيم محمود ابو جبل. انا جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوا له. مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول اه، لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت ام زكي ايه؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن. جاتك نيلة. انت يا انت. ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. إليسه. من يا اخويا؟ إليسه. مين إليسه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه، زي لقطه القشطه يا فندي. نيل يا عجل يا اهبل. انت يا راجل انت، قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. اتو. من يا اخويا؟ اتو. من اتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اهي الكوره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك يا راجل. اتعلم، ده العلام اهم حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟ ده الواحد فاضل يومين ويموت. أو لما الملائكة تسألك تعرف تجاوب. إيه دي؟ إيه يا دياب؟ بتنصب الفاعل؟ أما بتنصب الفاعل من دلوقتي، أمال لما تكبر هتنصب على مين؟ صفر. حاسب في إيه؟ أنت طول الليل هتفضل تتخانق مع الكراريس كده أهو. تعالى لي يا دموك أنت روخر. أه يا دموكي، مش عارف تجر المضاف إليه، مش عارف. طب حياتي لا. صفر. تعرف يا ولا يا رمضان، أنا قابلت النهاردة تهاني بنت الحاج سليمان، بقت زي لقطة القشطة ما شاء الله، وفتحت أمها في الموضوع. البنت ما تتعيبش وهتساعدك تلم لك الكراريس اللي عمال تبعتر فيها طول النهار. اهدي اهدي يا نهار اسود ومنيل. آه شقايا راح يما، شقايا اللي قضيته في التربية والتعليم راح يما. ده انت ليه تكسودة يا عوضين؟ انت هو اللي خلفوك. فسحي. طب اشرب بس شاي وروق دمك. شاي ايه؟ شاي مش شاي دهون؟ دم عوضين واهله هيسيح زي الشاي دهون. فسحي. استنى يا رمضان، هو عمل ايه؟ بصي عمل ايه؟ اللي فندي كاتب لي في الكراسه، بصي الواوا ليك الواوا صح؟ انا بردانه صح؟ انا هدمتع في صوتي وهو يكتب لي بصي الواوا. طب استنى بس يا رمضان استنى. الواد امه ماتت وبياخد العزا النهارده. امه ماتت دي حاجه بتاعت ربنا، شغلي لازم اربيها عليه يعني هربيه. صدق الله العظيم. استاذ رمضان جاي يعزيك بنفسه يا عوضين. بس بيحبني قوي يابا.
مؤاخذه يا مولانا. يا جماعه الفند اللي انتوا عاملينه راجل وجايين تعزوه في امه كتب النهارده في الكراسه دهيا في درس الصرف والنحو بوس الواوا صح ليك الواوا احلى والله ولسه فيك نخوه يا بلد. وزير التربية والتعليم ايه ده يا استاذ بهاء؟ معقوله ابن رمزي هو اللي خرشمك كده؟ يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه، بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا وارجو انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا. لا 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 انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. معناها ايه الكلام ده؟ اكسر لك دراعك ورقبتك. لا دراعي بس يا فندم، رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئة. وايه اللي تحت عين انت؟ دي؟ لا ده ابن عضو مجلس الشعب. انا لا يمكن اسكت على كده ابدا، دي اسمها فوضى. نعم الاستاذ رمزي ابن حضرتك. خليه اتنايل يدخل. Guess who؟ ازيك؟ على فكرة انت ولد سافل وقليل الادب، ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تمد ايدك على مدير المدرسة بتاعتك يا كلب؟ ده كول داون، انا كنت بحوش عنه، الفصل كله كان بيتخانق وهو اتعجن في النص، مش صح كده يا مستر بهاء؟ الحقيقة الأستاذ رمزي ما كانش بيضرب، كان بيحوش. الظاهر إن أنا دلعتك زيادة عن اللزوم، أنا لما كنت في سنك وكنت أشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي. داد بليز اخرس خالص. أنا هنقلك من المدرسة دي، هوديك المدرسة اللي أنا درست فيها في الأرياف في بيت بدر حلاوة عشان تعرف إن الله حق. أستاذ بهاء أنا بعتذر لك بشكل شخصي. ربنا يخلي معاليك يا فندم، عقبال باقي الوزراء ما ينقل ولادهم من عندي يا رب. معي يا مصر، المشوار اللي احنا رايحينه ده هو اللي خطوبه ولا قرايه فتح، ده اختبار للبنت وخلاص. اتفقني؟ ايوه ايوه مال ايوه. واوعى تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنظرش. ان شاء الله. يلا نط يوم يلا. ان شاء الله ادعي الله يا ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ انا مش عرفني وانا يعني هقول. لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقول لي الف مبروك. واني فتانه. ماشي يما ماشي. مبروك يا رمضان. شايفه يما؟ مالك يا مشلبيه؟ مالك دنياك. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح. سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان. هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سمك. امشي امشي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. زفة كمان زفة يما. كل دي هم قلتيش لحد داني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش اني دول همي. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عادة هناك زيجات كثيرة نبدأها بضحك ولكن تفشل في النهاية. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت أبوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا أستاذ رمضان. أبوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده، مرة وإحنا بنكتب الكتاب واللي بعدها مباشرة لما يموت تيجي تلقى عليه نظرة الوداع وانتهينا. ده كرم والله يا أستاذ رمضان. لا مؤاخذة يا حاج سليمان، الأعمار بيد الله. أما بالنسبة لموضوع الأغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنة وانت في الحمام. مرفوض يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا أستاذ رمضان، دي لسه قطة مغمضة. اللي أوله شرط آخر نور يا حاج سليمان. ودلوقتي أنا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالإذن. بيمتحنا الاستاذ رمضان، بيمتحنا ناجحه باذن الله. السؤال الاول، هل تضعين احمر خدود على خديك؟ ابدا والله يا سي الاستاذ رمضان. ايه مناسبه الزغروطه ده هي؟ وايه اللي دخلك في الكلام؟ انا بسالك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان عذرا يا امي. امي جاوبي يا بت. لا والله يا استاذ رمضان. لا ايه، امال الدم اللي ببك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشها وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك او تكوينه او تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا استاذ رمضان. لا ازاي يا بنت وانا شايفه زي الحرير كده.
ده حرير رباني. يمين بالله علقك وعبوتك قدام اهل بيتك، اما اكون بسال حد الكل ينكتم. بنتي يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي انا شايفهم دول، عسل عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله ان كلمه تانيه هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد؟ يا راجل انكتم. بنتي يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قريفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضو؟ عاوزة تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص بقى يا رمضان، ما تحبكاش امال، نقرا الفتحة. نقرا الفتحة ويا ريت جهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجة. الليلة دي سيبنا كل واحد فيه ونسى كل الدنيا دي وغمضنا. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على الاغاني الهابطه وبس. بص بص، يلا ياما نمشي في البيت النجس ده. انت بتتشرف من الصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه، انت مالك وماله؟ ده انت تبت يا اخي، ده انت فيك العبر، انت مش حاسس بنفسك يا جدع؟ انت قال لي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذرة يا امي. اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسة بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضة نومها، اقسم بالله العظيم من اوضة نومها. الاولاني اهو اسمه حمائي وكاتب ليها على الصورة نويها ناوي